السلام عليكم. بسم الله نبدأ. عندنا الآن عرض عقاري فيلا أونا للبيع. هذه فيلا في سنتر سراييفو القديم. طبعا الفيلا هي معتمدة من قبل وزارة السياحة البوسنية وكذلك البوكينج. طبعا هذا المدخل. الآن احنا في سنتر القديم. هنا في كفة ثلاث سيارات، لو شايفين الشكل عامل ازاي. دلوقتي هنشوف الفيلا. عندهم في احلى جلسة، هاي الجلسة جميلة جدا، لان صورها هاي تبعهم. ما شاء الله، شوفها. ها وهي معاها، معاها بالكامل. هاي الحديقة، حديقتين على متدرجة. ما شاء الله. يعني في عندك الليفل الأول وهذا الليفل الثاني. طلع على السنتر بالكامل. ما شاء الله. جميلة. عندك التلفريك بعد. ما شاء الله. ما شاء الله. ايه رايك يا ابو علي في الاطلاله؟ حلوه؟ اطلاله حلوه، جميله اطلالتها. يعني شفت اطلاله زي كذا قبل كذا هنا؟ والله شوف، نحن دائما نروح المدينه فما نشوف شيء، ولكن الان من خلال هالفندق هذا الصغير قاعدين نشوف اطلالات حلوه. بس المدخل شويه غريب. المدخل صعب. شوف كم مسجد شايفين هنا؟ نعم. واحد، اثنين، هنا ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، عشرة، 11. أوه ما شاء الله، مش باين ده خالص. المساجد ما شاء الله. 11 مسجد. يعني أنت تسمع الأذان هنا. هم عايزين يبيعوا ليه قرنك؟ كله مع الأثاث. طيب هم كانوا عاملين الفندق ده ليهم هم شخصيا؟ شخصيا بيجي لهم ناس جوستي، بس يعني ايه المخصوصين كده، هم متعاملين معاهم، بيجوا كل سنة. طبعا هم عيالهم كبروا، واحد في إيطاليا واحد في ألمانيا، فهم عشان كده هم الناس دول كبار في السن عشان عايزين يبيعوا. يعني ده هنا اول ما ندخل الان. اول ما تخش هنا هذا المدخل ده الريسبشن. ايوه تحت بقى في مطبخ والمطعم تحت. ما شاء الله. هننزل دول الاول تحت. بيقول لك تحت ننزل الاول. ننزل الاول تحت؟ اه نصور تحت. طب ما فيش اي حاجه تشوفها هنا؟ ما هو الاول بيقول لك تحت وبعد كده. يلا هاي اتش مودولا. اتش مودولا، يا اتش مودولا. على مهلك. كده احنا دخلنا الطابق الارضي. هذا زين اللي اعمارهم 60 وفوق. ده المطعم؟ اه ده المطعم. هات كم متر معاك نقيس. شوف هنا الطوب العرض قد ايه. اه ده المطعم. ده عندي هنا 6 متر فاصلة 8. هذا هنا عندنا طبعا ضروري جدا في تصوير الفنادق المأساة، لان بعض الشركات العالمية بتيجي تشترط شروط معينة في المأساة. نخش نشوف المطبخ الاول. ده ايه ده؟ ده بولر على. طب خلصنا الاول. ده هنا عندنا المطبخ. هنا عندنا 4 متر فاصلة 8. طبعا ده المطبخ بالكامل اهو. مطبخ كامل. معاك المغناطيس؟ حطه لما نطلع عشان ده كده مطبخ اهو كامل. هي إيه عندهم معلومات تقدر نفهم مطبخ؟ تقول لك كامل متكامل. كامل متكامل، مفيش حاجه
شايفين حتى الكهرباء حطينا فين يا جماعة؟ عشان لو انت هتستعمل اي سكينة كهرباء ولا حاجة تعرف تستخدم الكهرباء. واحد هناك كان واحد هناك؟ ممتاز والله. لا ممتاز جدا. وعندك اتنين حوض. ده حوض وده حوض. وعندك هنا اتنين بوتاجاز. ده حوض كمان يبقى تلاتة احواض. ممتاز تلاتة احواض. جميل المنظر. وعندنا هنا اللي عندك شفاطين. شفاطين. شفاطين ممتاز. والتلاجات كاملة طبعا. اه. مطبخ زي تعالى هنخش فينك. هنا خلصنا مطبخ دلوقتي هنخش على ده. هنا في حمام عشان لو حد برضك يدوب كده. هنا 3 متر الطول وعندك العرض هنا متر 28. يا لو بولا اذا كوبا اذا فريلا بودا كلكو بودا ايه ده سخان عشان الميه السخنه للحموم والحاجات دوت 500 لتر. 500 لتر. 500 لتر ما شاء الله. سولار الواد ده البولر سولار على الطاقه الشمسيه ما شاء الله. يعني ما بيستخدموش كهرباء خالص عشان يوفروا كهرباء. اه ان هو فندق. هو فندق وده للسخان بقى. ده السخان اللي هي بتاع الميه اللي هي للتدفئه. ده بتاع التدفئه وليه البومبه بتاعته تحت. ده هنا زي مخزن. زي مخزن. ماشي. العرض بتاع ايسو. طبعا الطول مش عارفه ايسو. طبعا الطول في متر 70 مش عارف طولها ايه ازاي. ده ممكن لو الشمس ما فيش شمس وعايز تشتغل على الكهرباء يشتغل كهرباء. ممتاز فكره فوق ممتازه. والبيع طبعا بال كل حاجه زي ما هي. بالاكل والشرب كل حاجه. ما عدا ازاز الهيل هيل. طيب. الهيل هيل. انا هحاول اقيس الطول قد ايه بس مش هقدر اقيس صراحه يعني بس مش عارف يعني هي اوضه معمود الاوضه دي مع دي اوضه اللي كذا مره ما تجيش جنبي انا اوكي مبارك اوت سما. هنا عندنا في تواليت. بسم الله شايف افتحه ازاي. انا مدرتش عندي 20 سنة يعني ده 20 سنة اكبر ما شاء الله انا اختبر. ده هنا ده حمام صغير. ده حمام للمطعم. المطعم يا ابو علي شايف؟ متر 20. وهنا كل ده 2 متر أو 1.95 متر. كده احنا خلصنا الحمام المطعم. المطعم كامل ما كانش شويه مخنوق صح؟ شويه مخنوق. وهنا الحمام بتاعه. وده هنا هم حاطين المكيف. المفروض يتحط 3 طاولات بس. بعد يترتب يعني. او يتعامل بنش كده الكنب عارف الهب. هذا التلفزيون شاشه طبعا كبيره. عنده مدخل تاني. ممتاز. 3 متر. ممكن عندك مدخل تاني تطلع. ممكن تخش من هنا لو انت عاوز من بره. وهنا العرض قد ايه؟ متر 53. طبعا هنا في كاميرات كاملة. اشتري وش؟ ده كده هنا دي ده جناح. ده كده غرفة. ابارتمنت. دي كده غرفة اسمها فانيسا. فانيسا. دي غرفة فانيسا. غرفة فانيسا دي اللي هي تعرف الطابق الارضي مع جنب المطبخ. طبعا ده جناح كده من اول اجنحة او ما تخش هنا في حمام. هنا 2 متر. وهنا العرض متر. كل غرف طبعا
كل الغرف فيها انترنت. شايفين طبعا الباركيه هنا؟ طبعا الفندق قديم جدا، هو البيت قديم. دي غرفة فانيسا مسمينا على الزهر اسماء اولادهم، عبارة عن جناح. ده جناح يا ابو علي شايف؟ نعم جناح كامل. هو قديم بس نظيف. شايف الكرسي قد ايه يا ابو علي؟ ايش حجمه؟ ده الزهر ده كرسي وصوف في نفس الوقت. عريض جدا. يس عشتا. ده هنا عندك البوتاجاز. حاجات طبعا كلها حديثة. اشتايش. حاطين ماكينة او غسالة المواعين، طبعا حجم صغير جدا زي ما انتم شايفين. وهنا في تلاجة. طبعا شايفين الحوض. الحاجات كلها نظيفة يا ابو علي. انا شايف صراحة انا ما شفتش قبل كده غرفة في فندق فيها غسالة. غسالة صحون. كمان للتدفئة. راجل كبير قوي في السن، انا خايف اتعبه والله زيادة ابو علي. صح؟ راجل كبير قوي، بقول لك انا خايف اتعبه. اللهم اني اعوذ بك ان ارد الى ارذل العمر. هنا في مدخل تاني على الحديقة. ده الفيديو كنا فين عندهم فوق من شوية. يوش اشتا؟ يوش اذن؟ ازلاز زباشت. برات. هنا عندك باب تاني، مدخل تاني. الحديقة. وتستعمله هنا وانت عاوز. هذا هو الباب بتاعه. لو فتحت تطلع الحديقة. بس الراجل مقفله. انا والله بس فاقول له افتح ولا ايه مش عارف. بوجه افتح كلوتش. انت بتبص لي كده ليه؟ هو قال لي في مدخل عايز ابص بس شوف فيه. اوكي. هو قافل. تمام. هو قافل حاطط فلين فيه. نشوف الغرفه دي مقاسها كام؟ غرفه بس مش غير الصاله. عندنا هنا 4.5 متر، وهنا عندنا 3.3 متر. ما شاء الله. هذه الغرفة، في غرفة نوم في جناح فانيسا. تمام. مكيف. تمام. مكيف عتيق قوي. كده احنا هنا خلصنا اول جناح اللي هو اسمه جناح فانيسا. ما قسناش بس الصالة عنده. الصالة فيها قد ايه؟ عندنا 7 متر لعمق، وهنا العرض عندنا 3.4 متر. 73 سنة. ما شاء الله لا خطر لا ما شاء الله لا خطر. ده هنا طبعا عشان البوفيه مفتوح يحطوا هنا ال البنش. راديو. يلا بينا. ما شاء الله. بس شكله حاسس ان هو اكتر. مش عارف المطبخ يعني. والله محدثين له شويه. ايه. اللي حضرنا نحدد. يعني الفوط حطيناها للاستخدامات. انطباعك يا ابو علي ايه عن الدور ده؟ اول انطباع. انطباع ايجابي وسلبي. وسط اقدر اقول لك يعني. فندق صغير. في الدور اللي احنا فيه الاول. ما اعتقد يعني يجذب النزال الخليجيين. طبعا يمكن يعني زباين من محليين. بقول لك هنا في تدفئه ارضيه كمان. كلها تدفئه ارضيه. ممتاز. قد يكون يعني من هالناحيه، اما ما اعتقد بيجذب خليجيين. صعب. يعني تخيل جاي انت من بلد 6 ساعات بتجلس في مكان شوي مخنوق. ممكن تدير الشباب الرحلة الشبابية والله. ممكن يتأجر كامل مع بعضه. كمعسكر. كمعسكر. ايوه بالضبط. 2 3 4 مثلا. اسرتين بس يعرفوا بعض.
ولا ممكن واحد يشتري سكن له صراحة. بالضبط. بس انه يشغله فندق؟ لا. الاجانب معروف صعب شوية. لا دايم زي نظام فيلا. حطيت هنا برضه في في ورا البراد الكبير في بتاع البويلر. البويلر؟ اه. عاملين يعني. بس وقفت. ده يتأجر كبير. يتأجر كبير. يتأجر كبير. يتأجر كبير. واحد ياخده كبير يعني. ايوه واحد بس في نظيفه هو البيت بس يلا على السريع يعني مهتمين فيه البيت يبين مسوى له اعاده صيانه للتكييف يبين هذه كلها شيء جديد جايبينها تخليص هذه اشياء بعد جديده ايوه يلا نطلع فوق بسم الله اشتري معودي وهو الصغر نشوف بقى فرجنا هنا غرف مش عايز يهرج شوف انت خدت الله يستر اشتري هون ترك هيدور Ne, ovo je spavač, njihova privatna, pa ne to, a ovo drugo može, sve drugo može. Možeš spavat tvoje, možeš da si. A šta je ovo? Sobe. Hina, andina fi... Ovo mahtin huma zikrat bajetum, hina? من 1980 الظاهر ولا ايه هنخش الغرفه دي غرفه رقم 202 خلينا نفتح هنا بقى الشبابيك كلها كده دي اول غرفه شايفين الغرفه عامله ازاي غرفه مع الحمام بتاعها غرفه ماستر ده هنا كده العرض بتاع الغرفه عندنا 3 متر 38 وهنا الطول عندنا طبعا الطول انا مش شايف مش عارف اوصل بس يعني هحاول اوصل ثلاثة متر 76 طبعا حطيه هنا العوازل وهنا الدولاب في الظهر زي ما انتم شايفين وهذا الحمام حمام كامل ده تقييم بوكينج عندهم تسعة طبعا ده تقييم فوق ممتاز يعتبر فيلا اونا مشهوره جدا خشوا على بوكينج هتشوفوها فيلا اونا ده هنا عندنا الغرفه الثانيه هاي الغرفه اللي بتاعها عندنا 3 متر ونص وعادي هنا العمق بتاعها نشوف قد ايه 4 متر دي غرفة تشيل شخص دي غرفة تشيل شخصين مع التلاجة بتاعتها التلفزيون اللي هو ده 5 بوصة ده ولا ايه؟ ده من عصر الحجر يا ابو علي 5 بوصة ها؟ 5 بوصة ولا كام؟ هاي التلاجة على قد الغرض يعني ابو على قد الحجر هنا في عندنا الحمام اطلع الان وانت نازل بقى لزق كده احنا طالعين في الدور الاول كده خلصنا احنا الطابقين السرداب طابق الارض هنا في عندهم تراس ده تراس كده جلسه جميله صراحه دي وقت هنا شايفين جلسه عامله ازاي المنظر المنظر خرافي ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار كده احنا هنشوف اللي هنا عرض الممر ده قد ايه متر 73 وهنا العمق طبعا كله مغطي بالقمر زي ما انت شايف مغطي بايه؟ بالقمر قمر وهنا عندنا 3 متر و 47 هنا هنشوف جناح إيزابيلا جناح إيه؟ إيزابيلا 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 هذا جناح إيزابيلا بسم الله
عم تخشين عند الحمام؟ هنا عندنا الأمر بتاعه 1.45 هنا 1.7 هنا حيزة فيلا في أول غرفتين نوم. أول ما تخش تفتح على هنا الفيو ودي عندنا غرفة صح كده، هي لازقة معاك وراك على طول. الغرفة كده الأولى، طبعا هو السرير دي كلها كانت كنب ومفتاح وسرير. ماشي بس يزداد شيء، لا هما ممكن كمان يبقوا سريرين بسرير واحد. اه كمان يبقى ممكن اثنين هنا واثنين هنا او واحد هنا وواحد هنا. البلكونة وهنا دي البلكونة سيزر عشان البلكونة. اه هتطلع؟ اه هنطلع والسرير كله بقى الاوشن يستخش هنا الاول. اه لازقين لازقة معرفش غريبة كده، والراجل الازهر اول مرة حد يجي يصور ولا ايه؟ ما احنا ما في ثلاثة سبناهم تحت قعدنا نروش معاهم كله هيطلع يصور. احنا مش حاول خليه يبعد، هو ابعد انت، لا عايز اقيس كله بقى. ايوه ابعد، افتح الباب ده. ايوه ده بتاع البلكونة بس. ايوه السلام عليك. عرض الجناح كله 8 متر. وهنا عندنا 3 متر. الصراحة الفكرة بتاعت الباب دي غريبة أوي. يعني ناحيين كده. هو دي ظهر ده فندق، عارف فندق نوم بس. يعني تخش تنام وتخلع. أنا بقول الطريق تحت بقول على الطريق تخلي على الحوض. إيه؟ أخش. أه بقول لك كنت أجي. تغيرت في حاجة والله. ما شاء الله. طيب احنا في قلب العاصمة القديمة صح كده؟ مش العاصمة الجديدة؟ العاصمة القديمة على طول. العاصمة كل ده العاصمة القديمة. طبعا الشوارع هنا ضيقة جدا جدا، يعني ما هياش يعني ما بص شوف بيت القديم القديمة يعني كل ده بيوت هنا قديمة جدا. من اول ممكن من البوسنه دي اتعمل بس طبعا كده. اسعار رخيصه ولا غاليه؟ لا طبعا هنا البلد، هنا في البلد القديمه دي الاسعار غاليه جدا يعني. غاليه جدا. هو ده هيروح معاهم برضه. فين؟ ايه خليه هنا ده؟ انهي واحد؟ الشقه البيت اللي تحت ده. خليه شاور كده. اه. ممتاز. ده نفسه؟ اه. بجننته وحالته هنا. هما هيبيعوا ليه قال لك؟ عايزين يروحوا يسافروا لعيالهم، واحد في المانيا وواحد في ايطاليا، عايزين يمشوا السوق يعني بقى. كبار هنا هما لسه عندهم امل ان هم يعيشوا لحد ما يسافروا. اه وقت ما نبيع. اه شوف البيت اللي جنبه يعني هنا هنا تلاقوا الناس بينهم بينهم. بص بص يعني ده بص دول جيران مع بعض؟ ممكن ده ممكن يكون بيت واحد صح؟ هو وسع بيته. بص الباب القديمه، بص الباب البابات القديمه ودي شكلها حاجه. ده فندق برضه تشوفه فندق بيت بس مكتوب عليها جرين كافيه. جرين كافيه مكان غريب، فندق اغرب. فهمت لما قلنا فندق قلت فندق بقى واو يعني. بص على الفيو اللي هنا ما شاء الله. هاي مزاني ده مش حاضر معانا يا ولاد مش عارف شو خباك انت لايف يعني مش والله تهضم تهضم واجد عارف انت عامله زي الولاد اللي كانت معي كان اسمها ايه؟ خلاص لا بجد والله معلومات دي الناس مش تعرفها. الناس عارفه يخلق مش شبه 40 الناس عارفه خلاص. الناس عارفه بوز دمعير والله. خلينا نصور يا والله جابك بوز كده. طب هات الدمعير القديمه وبص للجلود دمعير الجديده. كده احنا خلصنا جناح فينيسيا. دلوقتي هنخش على غرفه 204.
هي غرفة 204 نفس 202 بالضبط، مفيش فرق منها. ايه هم نفس النظام. وعندهم تلفزيون برضه 2 بوصة ونص. أهم حاجة المكتبة دي اللي حاطين فيها كوبايات. يعني ده تحت الطلب، واسمه بيت تحت الطلب، عارف اللي هي العربية اللي تحت الطلب؟ أهو ده بيت تحت الطلب. تمام. نخش ها. لا هنا دي إيه دي محجوز في الجوست؟ أه ضيوف ضيوف. طيب تمام. فينيسيا غرفة 202، دي 203 طبعا فيها ضيوف. فيها نزلاء. مش عارف نزلاء. دي شنطة نزلاء ولا إيه؟ ايش كانت شنطة سعر كام يا حسن؟ دي حاجات بقى من بتاعة زمان. وانت نازل وانت نازل في الفريق كله طالع. انت هتنزل اخر واحد فينا خلاص؟ اوه ما شاء الله. هنا التراس. مش عارف. مكسوف صراحة شيء بتاعي يعني. ده كان الدور الثالث يا حسن صح ولا الرابع؟ اوه عشان تبقى في اعلى قمه في صريف. ابو علي شاف الكلام ده، دخل ابو علي بس علي جه ابو علي يشوف عشان تبقى اعلى في قمه في صريف، صريفه كلها تتفرج عليه. خلاص يا عم اعلى قمه في صريفه اسمك يا رب يا رب مكاننا دايما. خلي ابو علي يخش يشوف برضه. ابو علي اتفضل يا غالي. بص في تلاجة عندك جيران نخش عليها. نخش. ايوه ايه رايك يا ابو علي شوف؟ نعم شايف فيو؟ جميل جميل جميل. انطباعك ايه بقى لحد دلوقتي على الفندق؟ والله ما عندي راي فيه حاليا. مش عاجبك صراحه يا ابو علي؟ انا حاليا تعرف هو واحد مش عاجبنا كلنا اصلا. لا بس احنا بنصوره. ما عندي راي فيها. بص اه طبعا ها ايه ده هنا حطيتها ده اوضه الفرنجي بولينسكي بولر زبيه زبيه سبراتو والله 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 سبراتو ده نفس اللي تعالى نفس اللي تعالى دي اللي كان فيها الالمان. ايوه نفس الاوضه اللي فيها الالمان. استنى كده هات مقاس معاك. مقاس متر معاك كلكو. هو زاد عن ايز دايش كلكو ده عن 65 يورو 65 يورو. ده ايه الشهر ولا اليوم؟ في اليوم. بس كويس ده رخيص جدا عندك المستوى ده 120 اللي هو الاوضتين الكبار اللي هو ازاي يعني. في السنتر مستحيل تلاقي حاجه زي كده. لا لا طبعا لا لا ده هم سعرهم حلو على فكره. سعرهم حلو كده اربعه. طب قول لهم يعني في موسم كله بيتشغل؟ والسيل سيزون راضي يا فاطمه. سيل سيزون راضي. لا راضي. توكم سيل هم شغال طول السنة بس هم ما فيش حد ما عندهمش عمال هم الاثنين لوحديهم. اه فما فيش. احنا بنتكلم يا ابو علي على المشروع ده بقى ان هو مشروع استثماري. بالظبط بالظبط. ده ياخده يستثمر فيه مش ياخده معيش ولا حاجة وما يبصش بقى للعرب لان انت عندك ممكن نزلاء. حتى بوسنيين يشترون. اه طبعا. هنحطها على الثلاجة. هنشغلها. الجماهير دي بص يلا. موجة اهو. يلا والله العظيم شبهها. شغلتها لك يلا. ده انا ممكن اخد جايزه. خلصت انا شغلت لك. خلصت انت؟ ايوه خلاص يلا. اسمها انديا. هو نفس اللي تحت يعني. انديا نفس فينيسيا تحت. لا هنا شيء مختلف شويه. ممكن يختلف بقى الحمله على الشمال ماشي. عندك ثلاجه هنا. لا وانت طالع بقى ايه؟ ماشي. الوقت الفيزا بين اللي هتشتريه قدام عير دي اللي هتشتريه. احنا قاعدين عمال تخلنيش بقى اضحك عشان مش بينفعش ولا اضحك اسكت. والله انت مشكله. انت شفت يا معايا الغرفه دي جميله. الجناح ده انديريا جميله. بقول لك يعني تجي الساعه 12 تعبان بس تنام والفجر انت اصلا تطلع. عشان تطلع اصلا عشان تطلع له برجلك لك هو لوحده رياضه اطلع. دي الليفنج في غرفه انديريا. فايده كبيره. انت المفروض ان احنا بقى لو اللي هياخده المستثمر اللي هياخده يعمل له تليفريك. من بشر
طبعا شوف في هنا طبعا وقت التلج بيكون جميل مع العاده صحيح علي يلوط بالتلفريك الثاني يعملوا وصل التلفريك من تحت ده هنا كده الغرفه الثانيه بس هم مش كبار قوي حسن مش كبار قوي مالك مش كبار قوي مال ازرق دي مال وجه ده تعبان شايفه الراجل تعبان قوي ده انا اصلا خايف والله بصور يقع مني ربنا يا رب يحفظه يحفظ جميع ابائنا وامهاتنا وجدتنا خباك المفروض يسوى اكتر سعر لقطه يا ابو علي على فكره ده هناك دي شقه كامله يعني بص زبيت يعني هنصوره ولا ايه ده؟ يا موجه بس نيمه طبعا سوي طوتين ونفس الكلوب مع هذا؟ مع اللي نمت تحت كويس استثمار ده اللي بيجيبه ويجيب له واحد بنتين واحده طباخه وهما البنتين يمسكوه ما الطباخين الكلام من ده طب ممكن سؤال؟ ايه؟ سؤال قول قول لهم لو احنا جبنا مستثمر هل ممكن هم يفضلوا موجودين يخدموا على الناس الموجوده؟ يلا كده احنا خلصنا جناح اندريا دلوقتي نخش في 206 206 الان نفس ال 202 بس زي ما انتم شايفين شكلها بس دلوقتي هنزل يلا يلا بعد انت ما شفتش الحته قدام طلعت؟ الا شفتها عجبتك قطة فران هنا؟ شفت قطة فران؟ هذا مال التعديل تفضل يا ابو علي خلصت تعدي وانا لا ابو علي تفضل انت وانا معايا الله يحفظك خليك انت اخر واحد وصلت بس اعطيك كده سهم يعني حسب لا تفتحين حاجة ثانية ولا؟ لا 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 يا ابو علي في سناهم لا طبعا ينزل ويركب وعذاب الحين طب بس هو ما شاء الله قادرين ينزلوا ويطلعوا يا ابو علي شفت كيف انا اقول لا يطلعوا هي سرعه بس ترسي اللي هي السرايا القديمه بيسموها ايه سرايا سرعه سرعه سرعتشي سرعتشي لا سرعتشي يدفع لك ابو يا ريكا اونا بيهاتش دي في البيهاش نهر اونا اسمها سراتشي سراتشي طبعا هنا بورتشهان كولابرام يا اسمه بهان كولابرام طبعا سراتشي طبعا اللي منها بيقول لك انا من سرا سراتشي ايوه انا سراتشي تحت الاتش برضه ايوه استنى بس اتاكد قدام غير وده انت رجل هنا هم كانوا صغيرين هنا 1984 أنا تولد أصلا كمان هنا اسمه فخر الدين ها؟ فخر الدين؟ ما شاء الله فخر الدين ما شاء الله دبر إيمة فخر الدين دبر إيمة كل تحتيه ده هنا تحتيك بدروم ده تليفونك بدروم لسه ما خلصناش ها اللي هو في المطبخ بدروم ده اللي هو المخزن حاطينه بكل المساحه دي بالكامل شوف وين ينزل انا رايي ابو علي تغير الفندق بتاعك دلوقتي ساكن فيه تسكن عنده ونيجي نزورك احنا بقى وتعزمنا على الغدا بس لازم لازم نشفط كرشنا واحنا داخلين انت تسجلني
العرب عندهم شنط حقائب وش قد وين بيحطوا حقائب؟ هم أجروا واحد أجروا غرفة لهم غرفة غرفة للشنط ها؟ حسني؟ بقول لك لا تعال شوف تحت بقول لك غرفة ليهم العرب يأجروا غرفة للشنط يجيبون أكرم حق الأحذية شنطتين يومي والحريق صورت مدلين أوربرايت ها؟ مدلين أوربرايت ده ايه ده؟ دي شقة؟ دي شقة لإيجار برضه ولا هي؟ زي بيت لا سألوا منهم ده بيتأجروها؟ ده بتبقى أبارتمان زي دايما هم بيعيشوا هنا دلوقتي بس ده في نفس مع البيع يعني. بس هم عايشين هنا يعني هو نظيف يعني. نظيف المكان هم هذول عايشين هنا المكان نظيف هنا ما شاء الله بسم الله ارفع حزام نفتح نفتح نور ازاي بقى ما شاء الله جود نيو ها نوفي نوفي شوف يا ابو علي بص تعالى ابو علي تعالى شوف المكان هنا ما شاء الله ممتاز جدا والله ما شاء الله لا اخطب له والله المكان زين يعني حكم في سنهم هالسن هذا كويس اللهم اجعل هذا المكان رد الى ارض ورجل سبحان الله 79 هو بيناموا سبعة صح؟ اي بس يس 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 ده نهر اونا بهاتش نايس طبعا البيع وكل شيء طالما هنا ما عشناش طول العمر بس انا اسمه طالعين دي غرفة لازم اطلع على سلم ونطلع لها حتى متر 40 كاي اوف ذا تي كاي اوف ذا تي تي اوف ذا لا واتات سو ماي سو بروجي ابو او اتات او سو بروجي ماي كاكوزوف سليمان سليمان اي تشامكا تشامكا كوي مايكا سوبرغي مامو مايكا اها توي موي سين ياسمين ياسمين اها ياسمين مويا مايكا تام زهرة زهرة ما شاء الله اموي اوتس هيلميا 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 زهرة يسته مايكا مويا ياسمين ياسمين سين ما شاء الله مويا ماما شامكا شامكا حماته حماته اسمها شامكا اي سوريا سليمان سليمان دبر ايمان سفير ما شاء الله مايكا مايسا موي مايكا مايسا مايسا موي اوتاتس علاء 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 موي موي جنا اوتاتس محمد محمد موي موي جنا مايكا مها 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 ديت فخر الدين محمد 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 حاج ما شاء الله كادي ابيو ما شاء الله دبر ايما شريسكي سوديا ما شاء الله ده هنا عندنا هنا عندنا 2 متر عبط ونشوف الطول قد ايه وهنا عندك 3.4 خش هنا عندنا في حمام
ماشينا زباش ماشينا؟ اوه زباش دي غسلت الهدوم بس غسلت صغيرة جدا. وده هنا الدش كابينة. هنا حاطين مراية في حتة عشان توسع طبعا لو كان مكان ضيق تحط مراية توسع المكان. شوف انا اديته بالعرض ضيق جدا طبعا الحمام 1.30 متر. والعرض هنا عندنا 2 متر تقريبا. بويلر زغريانية ده هنا بقول لك عنده سخان المية. بويلر زغريانية ما شاء الله تيس سوبر. طب شوف هنا قد ايه العرض بتاعه. حاجة صراحة قطع قلبي 2.55 متر. شوف هنا الطول قد ايه. شوف هنا العمق قد ايه. هنا 5.76 متر تقريبا كده. ده شامل مع الفندق طبعا تدفئة وصل زي ما انتوا شايفين. كم مساحة الفندق هذا؟ طبعا الجزمة كلها مية القطر مطر علينا وكان مطر تلج. نشوف دلوقتي عندهم رخصة هنا دور تاني هنا تعالى من بره كده يعني. ده بيت كمان ممكن يطلع دور هنا فوق كمان اهو على البيت ده وتمشي كده بقى تعالى. طبعا الاراضي هنا غاليه جدا على فكره. ده جراشين تبعهم برضه من شارع تاني من شارع تاني. يعني ده جراشين بقول لك اللي يطلع هنا ممكن يطلع يعمل يعلي البيت ويعمل هنا فوق كمان اوض ويعني يعمل جراش ويعمل يطلع فوق كمان. طب يعني هو ما بيستعملوش جراش كان يشوف السلك والناس تخش وخلاص يعني هيحصل لهم ايه؟ لا ممنوع بقى. ممنوع ايه يا عم؟ هم يوسعوا على الناس. شوف الشارع اصلا عرضه قد ايه؟ ما هم كده هي البلد القديمه كلها كده. بص الشارع دي ده شارع عربيات؟ بص هنا شوف شفت ابو علي الشارع ده قد ايه؟ وده ده 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 جراش ده ده عربيه هنا بيجي عربيه ده بيجي كمان كل واحد يعني اللي هو حتى ما يجيلهمش ضيوف. اهو بص الجراش بص الجراش فين؟ شوف طبعا عنده بيت هنا ما يتباعش ما يبيعوش بيوتهم خالص. ما شفتش ولا اي حاجه معروضه خالص هنا. لقينا دول بيقولوا عليهم ان هم سرايكا سرايكا الناس القدام يعني البلد القديمه. صعب ان انت حد زي دول يبيع دول ممكن عشان الناس دول عواجيز فبيبيعوا وعيالهم سافروا. طبعا احنا الان بايرن فخر الدين طبعا الان هذه فيلا فيلا اونا او فندق اونا. احنا الان غطيناه بالكامل. الفندق بيتكون من 6 غرف نوم تقريبا 6 غرف مع 4 اجنحه. الوصف كل فندق هنكتبه على التفاصيل الوصف هنكتبوها في الوصف. مساحة الأرض كام؟ قال لك مساحة الأرض؟ 560 560 متر. مساحة البناء قال لك قد إيه؟ كلكو فدراتا كوتشا كوتشا أو هوتيل كلكو فدراتا يما إز فيه؟ تشاترستو فدراتا إز فيه؟ تشاترستو 400 متر هو أكتر هو أكتر بس هو مش عارف يعني. تمام طبعا ده فندق بالكامل للبيع في منطقة بس هو منطقة سرايكا. سرايكا دي هي سنتر سراييفو القديم. طبعا سنتر سراييفو القديم ما بتلاقيش فيه اي عروض خالص. الفندق طبعا بنتكلم على مشروع استثماري مش نقول والله انت هتسكن فيه وتأجر للعرب لان طبعا الغرف ضيقه جدا فيه. الاوروبيين بيجوا هنا رقم واحد بيفضلوا الاماكن. الفندق هنا بيعتمد على حاجه اسمها بيسموه غرف النوم فقط ان هو عايز بس فقط ينام مش عشان هو يكون مكان للوسع واستقبال الضيوف وكامل. منطقه سرايكا هنا منطقه جدا ضيقه الشوارع جدا ضيقه بس طبعا لها طلب عالي. المتر هنا مش المتر بيتباع بالسنتي زي ما بيسموه بيتباع بالسنتي. المنطقه هنا غاليه جدا. معدود في 440 كده 440 مع 500 يعني تتكلم عن تقريبا 900 متر 900 متر تقريبا. في كمان هنا عندك مدخل ثاني بتقول لك مدخل طبعا ثانيه عند الجار ده. العرض طبعا عرض جديد غريب لكن حابين نقدمه لكم على اليوتيوب اتفرجوا عليه. لا تنسوا طبعا ضغط على زر الاشتراك والاعجاب بالمقطع. واحنا خدنا جوله جميله مع فخر الدين مع مراته وشفنا حماته في الصور وشفنا حماه وشفنا ابوه وامه طبعا
وقول دمائير طلعت لنا هنا قول دمائير اهي هنا الجراج طبعا لو قلناها كامل يعني اصلا المساحه دي لما انت هتحمل دور تاني فوق هتقدر تحط هنا مساحه وتطلع السلم كده خلصنا كل شيء بص بص اخيره برضه هنا ما شاء الله نخطر بالله ده هنا تفاح كم متر هو يا عم ايه ده هنا ده هنا التوت الكرز قصده طعم مر مش عارف اكلته ازاي وهو مر كده حادي هو ده الحادي بالك مفيد صح تخلصهمش بقى خلاص يا الله بسم الله طبعا هنا بدخل تاني الفندق هي قالت عليه احنا وقفنا عربيه هنا كان بدايه تصوير في الجزء الخلفي اللي هناك ده طبعا ده الفندق بالكامل اسمه فندق اونا عشان كده هما دايما حطوا صور نهر اونا صح؟ اونا سرقونا طبعا ده كله بالكاميرات مبارك ها؟ الاخ هما لو خدوا 800 احنا ممكن كبيره هنا كده طبعا ده جهاز انذار كده احنا خلصنا التصوير بالكامل للفندق لا تنسى الضغط على زر الاشتراك والاعجاب بالمقطع تحياتي لكم يا مهندس علي من قلب العاصمة البوسنية سراييفو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته